السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الجديد ديال دور الصفيح بمدينة تمارا اليوم كاين الجديد، وصراحة نقطة مهمة اللي ربما غادي تعطينا واحد النفس جديد، اللي غادي تعطينا معطيات جديدة وتغييرات جديدة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. اليوم أعوان السلطة كيجيو كيبشروا الناس للملفات ديالهم مقبولة، للدواسة ديالهم مقبولين، وغادي يدوزوا في القرعة يوم الاثنين، قرعة جديدة يوم الاثنين إن شاء الله، فيها الناس ديال دوار بن ناصر الجنوبي وفيها الناس ديال دوار بن المكي، تقريبا 200 مستفيد، 200 أسرة غادي دير العائلة، غادي دير القرعة يوم الاثنين ان شاء الله، 200 عائلة غادي تدوز يوم الاثنين ان شاء الله، ربما ابتداء من الساعة 10 صباحا. القرعة نفس المكان، كنظن نفس الزمان، يعني المعهد الموسيقي، الناس ديال دوار بن ناصر الجنوبي من الطاحونة للفوق، والناس ديال دوار بن المكي على موعد مع القرعة ديال قاطني دور الصفيح بمدينة تمارا. اكبر دوار في تمارا او المعروف بجامايكا، فغادي يدخل المحك كما كنقولوا، غادي يدخل لمرحله الحسم، يعني القرعه، من وراء القرعه تسويه الوضعيه الماليه والقانونيه، ومن تم ان شاء الله الدخول الى الشقاق. علاش كنقولوا الدخول الى الشقاق؟ واش غادي يعطيهم في البساتين؟ هذا هو الاحتمال الكبير، هذا هو الاحتمال الكبير، لانه السيكتور 81 باقي ما دارتش فيهم القرعه، هو الشيء اللي غادي نحسموا فيه ان شاء الله يوم الاثنين الوجهه ديال الساكنه ديال دوار بن ناصر الجنوبي ودوار بن المكي. فإلا كانوا هاد الناس غادي ياخذوا في مشروع البساتين، فكونوا متاكدين انه ما غاديش ينتظروا ما انتظرته الدواوير السابقه كدوار اهل الحارث ودوار بن ناصر الشمالي وسيدي محمد الشريف ولا ضمطه الغربيه. فكنهضروا على السيكتور واحد، لا قدر الله الناس داروا القرعه على السيكتور 81، فربما الناس اللي غادي يخلصوا كاش ربما في ظرف شهر ديال الايام غادي يدخلوا للشقاق ديالهم ان شاء الله. نطلبوا ربي تيسر الامور. كاين اللي يطرح عليا السؤال، كيفاش كتقول شهر الايام والناس باقي ما ريبوش، حتى الناس اللي مخلصين عام ديال الايام دابا؟ عمليه الهدم في اي لحظه غادي تقدر تكون، عمليه الهدم الخاصه بالناس ديال تمارا في اي لحظه غادي تقدر تكون. المستجد اللي كاين دابا هو القرعه ان شاء الله يوم الاثنين بعد ما الناس علموهم، الا في حاله ما استثنينا خروج قرار جديد الاحد مساء او ما شابه ذلك. القرعه يوم الاثنين ان شاء الله، ملف قاطني دور الصفيح غادي يتحرك واحد التحريكه ماشي عاديه، الناس غادي يبداو يوجدوا راسهم عاوتاني باش غيكون عندنا ترحيل كبير وكبير. نطلب الله تيسر الامور، ونطلب الله اننا نشوفوا مرافق كبيره كتليق بالساكنه، لانه اللي ساكن في البراكه في مسيره واحد اولا تحت السكه اولا في مسيره جوج، فراه كيخرج جوج خطوات كيلقى الترونسبور اكيد، حتى في ميموزه والبساتين جوج خطوات غتلقى المحطه ديال الترونسبور. واش غتلقى الترونسبور موجود ولا لا؟ كنتمنوا من الله توفير حافلات بعدد كبير، كنتمنوا من الله طاكسيات، كنتمنوا من الله بزاف د الحوايج يتوفروا، كنتمنوا من الله نشوفوا مرافق جديده، كنتمنوا من الله نشوفوا مرافق جديده، لانه الناس في امس الحاجه، الناس في امس الحاجه بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان كلشي كان قريب ليها، يكفي انها غتحاول تتاقلم مع الجو اللي غادي يتبدل عليها، اللي بعد ما دوزت واحد 30 سنه او 40 سنه في واحد المكان غتبدا حياه جديده. فكنتمنوا من الله على الاقل الخدمات، الابناك، الامور اللي تكون قريبه تكون موفره لهم. في انتظار ان شاء الله يوم القرعه، واللي غادي نقربوكم منه ان شاء الله ومن الاجواء ديال القرعه، نضرب لكم موعد ان شاء الله خاص مع اجواء القرعه يوم الاثنين. نتمنوا من الله الامور تكون مزيانه وتكون الامور ميسره، والله يصاوب الدراوش، الله يصاوب الدراوش. هادشي اللي غادي نقول، كاينين اسر مساكن راه ما عندهم ما يقدموا ما يوخروا، نتمنوا من الله تكون شي نظره في الاتجاه ديالهم، كنتمنوا من الله تكون شي نظره في الاتجاه ديالهم، لانهم في امس الحاجه. المد يد العون، لان كاين مسكين اللي الا فطر
غدا ما كيفكرش فيه، ربما كيقلب على العشاء اللي سخر فيه الله. نتمنوا الله تيسر الامور. هذا ما كان. الى هنا مشتبهينا الكرام، ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش يوصلكم الجديد، وحنا راه للاشاره في اي معلومه متوفره عندنا. ان شاء الله في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.